بالنسبة للحموضة احنا دايما بنقول اهم حاجة نشرب 8 كوبايات مية في اليوم، 8 كوبايات مية في اليوم، واذا شربناهم قبل الاكل هيبقى مفيد جدا، يعني قبل الفطار كوبايتين، قبل الغداء كوبايتين، قبل العشاء كوبايتين، هيعمل نتيجة مذهلة في تقليل عامل الحموضة. المية لوحدها بتقلل الحموضة، لان كمية الحمض اللي المعدة بتفرزها كمية معروفة، فلو زودنا احنا عليها كوبايتين مية قبل الاكل، قبل الفطار والغداء والعشاء، هنلاقي الحموضة ابتدت تنخفض. من الأغذية اللي بتخفض الحموضة فورا اللي هو عصير البطاطا النية، عصير البطاطا البطاطا النية، أو ما لقيناش عصير البطاطا النية خيارتين أو خس أو القتة. احنا عايزين الاول نوضح بس للمشاهدين، عشان دي احنا لينا مشاهدين في الخليج العربي، البطاطا اللي هي البطاطا الحلوه، سويت بوتيتو، السويت بوتيتو، مش بيسموها فندال، فندال في مش اللي هي البطاطس او بالظبط، البطاطا اللي هي فندال بيسموها، بتتحمر، دي فندال حاجه تانية. بيسموها في الفندال، وبيسموها موز اليمن، في السعودية بيسموها موز اليمن، وفي الإمارات بيسموها فندال. دلوقتي نشوف بقى